السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا حبايبي؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الاجواء اليوم؟ ان شاء الله غادي نخرجكم نضربوا معايا واحد الدوره خفيفه خفيفه. غادي نمشيو، راه كنسوق وكنهضر ما تديوش عليا، ومع جاي مورايا لومبيلونس وقيله ولا البوليس اجريو. سمحوا لي على هذه المقدمه، لان مورايا البوليس خاصني ضروري نجري نخليهم يدوزوا. يلا دابا عاد غادي نقول لكم البنات، كاين لانيفرسير ديال بنت اختي حنونتي اللي كتعرفوها بزاف البنات اللي كيعرفوها القدامي اللي معايا، واليوم غادي نمشيو نشوفوا لان عيد الميلاد ديال بنتها، وبغينا ان شاء الله بحول الله نشوفوا الا لقينا. راكم عارفين النص ديال المحلات سادين مع الحجر الصحي، غادي نشوفوا ربما الا لقينا شي حاجه. ما عرفت البنات شنو غادي نلقاو شنو ما نلقاوش. المهم غندير واحد الكاطو ملبق كيف ما بغى يكون، غير المدرسه فقط المدرسه، وبغيت نقاسمها معكم نشاركها معكم. المهم باش نفوجوا شويه البنات، راكم عارفين. المهم بقاو معنا، وها هي ريحانه غتقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي ومع كورونا؟ الله يبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله يا ربي، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه كيف ما كنا شحال هادي. اش كتعاودوا؟ الامور هانيه، توحشناكم بزاف بزاف، وكنتمنوا تكونوا باحسن الاحوال نتوما والعائله الكريمه ديالكم ان شاء الله. مشينا البنات للاكسيون، ولكن ما لقينا فيها حتى حاجه، كما زهله كيف ما شفتوها هذيك المره في الفيديو السابق هي ولينا دزنا دابا لجيفي. غادي ندورو هنايا في جيفي ان شاء الله بحول الله، غادي نوريكم شنو اللي عاوتاني مخبع وشنو اللي طالقين باش نقدو نشريوه. بعد البنات اللي بغات تبروفيتي في الاضواء، انا هذا هو الوقت اللي كنختار فيه الاضواء، اشكال وانواع داك الشكيلات اللي كتبغيو ديروه في بيت النعاس، ولا تبغيو ديروه للوليدات، ولا فراكم مهم فاهمين بلايصهم فين كيكونوا. غزلان البنات في جيفي كاين موديلات روعه، ننصحكم انكم تمشيو. مهم بالنسبه لداكشي ديال الديكورات ديال الوليدات الصغار، هما دايرين هادشي على حسب راس العام راكم عارفين على الابواب، ولكن اثمنه زوينه بصراحه البنات. جيفي حاطه حويجات زوينين، حنا حاطين غير على اكسيون، ولكن جيفي نسيناها بصراحه، فيها حويجات روعه البنات روعه. حيت البنات الصوت للاسف كنت كنهضر فيه انا وحنان، ولكن للاسف كانوا دايرين الموسيقى وغادي يجينا عليها حقوق طبعا النشر كيف كتعرفوا. الو حيت الصوت، وغادي نركب معكم غير الصوت هكذايا الى حتى الاخر. هانتوما البنات هنايا دايرين ديكورات تباصل داكشي الكيسان وكلشي روعه، يعني كيوجدوا على حسب الاحتفال، ولكن حنا عاوتاني كناخذوهم لينا عاوتاني، حنا على دور العام كيعجبنا ناخذ داكشي اللي كيكون مغاير وكيكون شي حاجه زوينه. هاد الطبيصلات اللي هنا الفوق عجبوني انا، خديت منهم. وكاين هادوك لي سوطاس اللي كيكونوا من تحت التبصيل البنات، ولكن ما عجبونيش لانهم غير مشبكين بزاف، يعني كديكور وصافي ما غاديش ينفعوا. هنا كاين لي ناب، لي ناب زوينين عندهم البنات بصراحه زوين، ولكن انا قلبت على ديك شومان دو طابل ما لقيتش اللون اللي بغيت. الكويسات روعه البنات، دايرين لهم جوج الاورو 99 بصراحه زوينين، كاينين دلما كاين العصير. وهنا كيوريوك يعني موديلات الا بغيتي تاخدي بحال دابا من الطباصل هكذا 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 كيفاش انا كتحطيهم. هادو اللي ما عجبونيش البنات، ما عرفتش علاش جاوني هكاك مشبكين، ما فهمتش. المهم انا ما عجبونيش، ما فهمتش علاش. اول مره ما كتعجبني شي حاجه ما فهمتش. هاد الكيسان عاوتاني تا هما شكيلات ديالهم زوينين البنات، اللي كيبغيو يخدموا الدوغي تا هما روعه، تا هما رخاصين. شميعات في الاحمر كيخدموا هادو غير بلي بيل بالحجر، يعني بالبطاريات، كاين اللي ما عارف شنو هو لي بيل الحجر. ومرا كتعرفوا اكسيون حتى هي غنيه 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 بالاواني ديال الكوزينه ديال المطبخ البنات، اللي كيدخل هنا راه كيطوخ. هنا خلاص داكشي ديال الاحتفالات، الكاغيت ديال الطبلات اليدين، كلشي على حسب الاحتفالات ديال راس العام اللي جايين كيديروا داكشي ديال راس العام. عييت نقلب على شي حاجه اللي تكون سامبل، بحال دابا كنقلب على الكاغيت يكون سامبل ولكن ما يكونش فيه الزواق، ما لقيتش. وللاسف هنا دوك النونوسات اللي شفناهم مسادين عليهم منو تاخدوهم. البلاطويات خلاص اللي كنحطو فيهم حنا الكاطو في الحفلات موجودين، انا كنفضل كنجيبوهم من عند العرب لان العرب كيكونوا رخص من المكازا. هادو البنات مزيونين، ماشي الزاج راهم ديال البلاستيك، ولكن فيهم موديل زوين بانغو 50
كاين مربعين وكاين هكايا اللي مدورين. فرانشو ما زعما البنات والله الا زوينين، يعني الكاطو ولا شي حاجه والله الا زوينين، عجبوني انا. ولكن انا دكداكه البنات، حاجه ديال البلاستيك ما غتصبرش، وديال الدجاج ما غاديش تصبر. انا من النوع اللي كيدكدك الماعن. نونوسات البنات ولكن كيقول لك ما يدوزوش في الاكياس، يعني اللي بغى ياخد شي كادو ولا شي حاجه يساين، الا حتى يخرج هاد تيخرج هاد الشهر هذا وصافي. الله يصبرنا البنات، ما بقى والو، باقي واحد النهار ولا جوج ان شاء الله بحول الله. هذا عجبني، هذا ان شاء الله منين غادي يكون مسموح انه نهزوه غادي نرجع ناخدو، لان بنتي من عشاق لي كورن يا البنات، ما بقات شي حاجه ما خديناهاش ديال لي كورن. كيف كتشوفوا البنات بالنسبه يعني الجيفي اللي غادي يمشي الاواني راهم فاتحينهم، و تقريبا بحال الحوايج اللي كاين شي حوايج اللي هما ماشي ضروريين ومخليينهم انهم مفتوحين، وكاين شي حوايج اللي هما ماشي ضروريين ومخليينهم، وكاين اللي ضروري ومخبعينهم. ها نتوما هادو البنات، هادو تا هما ديال البلاستيك ماشي ديال الزاج، ولكن روعة البنات اللي شافهم يقول لي الزاج هما ديال البلاستيك. هادو هنا خلاص ديال الاضواء البنات، حمقوني وحمقني هذا البنات، هذا حمقني ما بغيتش نتفرق معاه. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالو، ماشي هذا زوين حتى هو عجبني، ولكن عجبني الاخر لانه نقدر نحطو حدايا. هذا البنات يعني كتحيدي دايرين يعني في داك الهنده المغناطيس، انتي كترجعي لهداك الخيط وهو كيتبدل اللون، هو غادي يرجع له كيولي في لون صافي. بقيت هنا البنات كنلعب، اختكم بقيت هنا كنلعب، كيف ما قالت لي بنت اختي، قالت لي اللي ديتيه للدار غتخسريه في نهارك، يعني غادي نبقى مقابله كنلعب فيه زعما. بصراحه شوف دايرين له مهم 20 اورو صافي، بلا ما نديرو ديك 19.99، بصراحه روعه. صافي البنات، انتما كيف كتشوفوا دزت هنايا، مشينا زعما كنا باش ناخذوا لهذاك الشيء ديال عيد الميلاد، ولكن للاسف كلهم سادين. هانتوما شايفينهم دايرين داك الشريط، يعني ما نقدوش نفوتو نهزو حتى شي حاجه. كل ما كيتعلق يعني باعياد الميلاد ما فيه، ما عندك ما تاخدي حتى من شي حاجه، يعني في اكسيو سادين، في هادو سادين، كارفور سادين، جيفي سادين، غادي نقضيو لها باللي كاين في الدار، ما عندناش شي حل اخر. وهنا خلاص هادو انا وبنت اختي عجبونا بزاف 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 بزاف، كيخدموا بالضوء البنات، ولكن كتشوفيهم كتقولي انت بحالي فيهم العواد والجمر لداخل، روعه روعه روعه. يعني ما عنديش انا البلاصه فين نديرو بصراحه، لان عندي كل شيء انا بالكاز دو فيل. البنات ديال فرنسا راه كيعرفوا الكاز دو فيل، يعني كل شيء عندك انستالي، ما تقديش ديري شي حاجه واحده اخرى. ولكن هادو حمقوني البنات زعما بصراحه، اللي عنده شي بلاصه فين يديرهم عليه بجيفي، روعه. واحد السخونيه فيهم، واحد الحراره، روعه البنات روعه. وصافي البنات هنايا دائما راكم عارفين دوك الدويكورات زوينين، ولكن ساينو شايفين هذاك الشريط بحال يدير لهم بحال ديال مسرح الجريمه، يعني ممنوع تفوت، مخلينا غير هذا نحطه فوق الكاطو ولا ما عرف شنو غادي نديرو. المهم قضيه خاسره البنات، غادي نقضيو باللي كان، غادي نحاولوا ان نصوبوا لها الكاطو، يعني غنديروا مسكوته عاديه، وغنقضيو بداك التخربيق اللي عندنا، الزواق اللي عندنا في الدار، اللي عندنا شي حاجه قديمه من هذاك اللي نشوف اللي عندي واللي عند بنت اختي، وغادي نصوبوا لها واحد الكاطو زوين اللي غادي يمشي تديه للمدرسه. شتي باش قلت لكم كاين شي حوايج اللي ماشي ضروريين ومخليينهم مفتوحين البنات، هانتوما بحال دابا هاد الحوايج هنايا ماشي ضروريين، ولكن من حقك تهزيهم، كيقول لك ويهزيهم، لكن للاسف هادشي كامل راه ماشي شي حاجه اللي من الضروريات، ولكن للاسف ما فهمتش الحوايج اللي احتاجيناهم لقيناهم سادينهم، الحوايج اللي ما عندنا ما نديرو بهم لقيناهم مفتوحين. المهم كيف ما قلت لكم البنات، صافي دابا غادي ندخلوا للدار، وغادي نديروا لها مسكوته عاديه، وغادي نديروا الكريم بحال الشكل ديال المسكوته اللي كنت درت انا في عيد الميلاد ديال ولادي. ها نتوما كتشوفوا البنات مسكوته عاديه اللي درناها، اللي بغى الوصفه راه كاينه عندي في القناه في عيد الميلاد ديال ولادي،
اللي درت لهم المدرسة نفس الوصفة، وكانت عندنا عجينة السكر شدينا سرحناها، لأنها في المدرسة كيقول لك ما خاش يكون الكريم بزاف على حسب الوليدات، باش ما كيجي خلطوش وليداتهم داكشي، باش كتجيهم سهلة. غطيناها هكاك وزوقناها باللي كاين، في ما كانت شي عقيقة تالفة، ولا في ما كانت شي كاغي تالف، ولا في ما كانت شي وردة تالفة، جبدناها هاد النهار زوقنا بها ودرنا لها بها الحليوة ديالها هكدايا. كنتمنى حبيبي ان تكون عجبتكم هذه الجوله معنا، انا بغيت نتقاسمها معكم لانكم وليتوا من عائلتي وحبابي وخوتي. يلا بقاو مع الصور ديال امورتي اللي دارت في المدرسه مع المعلمه ديالها ومع الاصدقاء، ولكن غادي نغطي لهم الوجه لان راكم تعرفوا حقوق الطفل ممنوع الوجهات يبانو ديال الوليدات. كنتمنى لها ان شاء الله السعاده والنجاح ان شاء الله بحول الله في حياتها، عقب نشوفوها عروس ان شاء الله بحول الله. وابقوا مع الصور.